محطة قسما بالله تروع. أدوسك الحين مع في آخر قطرة بنزين. صار إيش صار في المحطة؟ يا أخي أمش أمش ما في بنزين. إيش صار في المحطة؟ أمك ما فيها بترول تكفى. ما فيها بترول. المحطة طلع ما فيها بترول. يا الله يا الله إن شاء الله نوصل. إن شاء الله نوصل. بشركم لقينا الحمد لله محطة الحمد لله. بس رجعنا على طريق هذا طريق الرياض وهنا طريق القصيم. فديورنا عرفتوا كيف؟ لكن الحمد لله حصلنا هذا أهم شيء. تبي تلبس فرو وبرت ها؟ والله برت. بتطلع لك الشمس الحين بتحتر ترى. والله بتحتر. تفقدناك. والله بتحتر. إيه خلك يا أبوي. مشكلة على أغراض يا رجل. خلاص خلاص شيل شيل. أيوة. عافية عافية. إيه والله عافية. ما أدري قفلت زين. إيه زين. بعد زعلها دي اللي بتوصلنا رحم الله ودي. قول سلام نظرنا القصيم واضح والله واضح. اعذروني والله كثير يقولون تعالوا وقلطوا عندنا تعالوا تعالوا والله العظيم احنا مكملين الى حايل القصيم وحنا راجعين بنوقف فيها ان شاء الله. السياره دامها ماشيه ما انا مضبوط خلونا نكمل يا رجال لا تجيب العيد فينا الحين. الحراره 3 نقاط الحمد لله. لان الهواء لا جاي يصفق السياره واحنا نمشي تبرد السياره بس اذا خففنا دخلنا داخل المدينه تبدا ترتفع شوي شوي. على العموم البنزين فل الحراره 3 نقاط. الشيء اللي بس الماكينه الحين علامه الماكينه ما ادري ليه على ما احنا مكملين ان شاء الله مكملين. وسلام نظر يا اهل القصيم كلكم جميعا ويعطيكم العافيه على العزايم وكل شيء. شكرا. اقول يا زين حايل واهل حايل جايكم ان شاء الله يا الحايل بذل ما تنام عينه بننام فيها ليله حايل نريح بعدها على طول نكمل على تبوك ان شاء الله. نمر العلا مر الكرام بعدين نمر على تبوك نجلس فيها تقريبا 3 أيام 4 أيام بعدين نرجع على العلا نقعد فيها 2 أيام 3 أيام بعدين نرجع القصيم 3 أيام 4 أيام حايل ما ندري نجلس فيها ولا لا ما والله ما نعرف الى الان. لكن هذا اللي قلت لكم هذا الجدول وهذا يكمل باقي الجدول كامل. يا وجه النوم هذي يا زينة يا أخي والله أني أحبه بس أني شوي أحب أرفع ضغطه. المسافة ما بين الهفوف وما بين تبوك هذه المسافة اللي قطعناها الحين إلى هنا بعدين بنكمل إلى هنا بس بننام هنا في حايل. هذه حايل بننام فيها. الله يوصلنا بالسلام 16 ساعة الله يوصلنا بالسلام.